هل التكلم عن الحاكم الظالم يعد غيبة إذا كان ظالما ومجاهرا بظلمه؟ فلا يعد غيبة في هذه الحال، لأنك خاصة إذا كنت تتكلم من أجل الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، في رواية: وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. هل التكلم عن الحاكم الظالم يعد غيبة إذا كان ظالما ومجاهرا بظلمه؟ فلا يعد غيبة في هذه الحال، لأنك خاصة إذا كنت تتكلم من أجل الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، في رواية: وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. هل التكلم عن الحاكم الظالم يعد غيبة إذا كان ظالما ومجاهرا بظلمه؟ فلا يعد غيبة في هذه الحال، لأنك خاصة إذا كنت تتكلم من أجل الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، في رواية: وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. هل التكلم عن الحاكم الظالم يعد غيبة إذا كان ظالما ومجاهرا بظلمه؟ فلا يعد غيبة في هذه الحال، لأنك خاصة إذا كنت تتكلم من أجل الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، في رواية: وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. هل التكلم عن الحاكم الظالم يعد غيبة إذا كان ظالما ومجاهرا بظلمه؟ فلا يعد غيبة في هذه الحال، لأنك خاصة إذا كنت تتكلم من أجل الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، في رواية: وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. هل التكلم عن الحاكم الظالم يعد غيبة إذا كان ظالما ومجاهرا بظلمه؟ فلا يعد غيبة في هذه الحال، لأنك خاصة إذا كنت تتكلم من أجل الإصلاح. النبي عليه الصلاة